بدكم تفهموا شو هي الأخوية. مفكر حالك إنه أنت الوحيد اللي بتفهم وكل اللي حواليك بفهموش ولا شيء. والله أنا ما عندي استعداد أخلي ابني ينحبس بهالسجن. رجل أنت شو اللي بتحكي فيه؟ فهم؟ ابعد غات روح. استغل هالفرصة طير المكان يلا. وين أروح يا عالم يا ناس وين أروح؟